بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أبارك لكم هذه المناسبة الشريفة، ذكرى ولادة الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأرفع إلى مقام الإمام المنتظر المعظم أسمى آيات التبريكات بهذه المناسبة، وإلى المراجع العظام والعلماء الأعلام، وإليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. خلنا نتوقف شوية ويا تاريخ الإمام، وخلنا نقرأ عن حياته وعن مضامين الهمام. نبدأ من وحي الإمامة استلمها وهو غلام، قاد مركبها بسلامة وعمرها 8 أعوام. هذه من فذ معجزات الما تدانيه الأنام، علم وأخلاق وسماحة، وعنده من حلو الكلام، وبات في علم الغزارة وصار مصباح الكرام. آية من آيات ربي تبقى حية للقيام، معجزة من صغر سنه أرغم ونوف اللئام، هيبته أردت بطشهم لأن مصداق السلام، نفس حرة مطمئنة ما بها شك وغمام، خلها تفهم النواصب والوعد يوم الخصام. جابه الحاكم الظالم من وطن جد المنير، حسب تقدير الوشاية وبالكذب هي تشير، والتقارير اللي ترفع ما لها بالصحة ضمير، هالتقارير الكذوبة دوم ينقلها أجير، وهو يعلم عن إمامي بالسلام الكون يدير. تقول عجل متوكل قبل نجيوشة تغير، قبل ما تجيك العساكر تعلن الحرب كنفير، بهدف تسقيط حكمك من بسط إيدك يطير، صار مجبر بالإقامة وبوسط داره أسير، الليح عيون التجسس والوضع جدا خطير، معسكر الأتراك عنده في وضع ما له نظير، وهو في داره مراقب يا له من حقد عسير، كل من الداره يتقرب للسجن حتما يصير، والقصد يبقى مشتت ما إليه أبدا نصير. أقول يا طاغي زمانك يلي فايق في غروره، إلى المتوكل. أقول يا طاغي زمانك يلي فايق في غروره، يلحم الحقد السقيفة وصرت كوبي منها صورة، واسألك عرشك الظالم وينه وين قصوره، وينه انت وين قبرك كان في واحد يزوره، انت في وحل الزبالة وفي جهنم السعورة، انت ارهابي بحديدك وللقهر انت جذورة، انت صوت ابليس واضح للضلال انت اجيرة، انت من هامان قامع، انت نمرود وشرورة، انت بيدك بطش فرعون وظلمك الماكو نظيرة، وين انت عن امامي وين انت عن مصيرة، اسأل التاريخ عنا يجيبك بقوة قديرة، هذا من جده الهادي صاحب النفس الوقورة، هذا العالم العابد هذا بيد الكون ديرة، هذا في صدر كنوز المصطفى وحيدر أميرة. خلنا نبحث عن ثقاته وعن أصحاب الأوفياء، خلنا نتعرف عليهم ذوله الأعطى ولا، في ظروف الصعبة طلعوا قاوموا واعطوا وفاء واعطوا فداء، عنهم القايد مغيب وهو ليهم كالهواء، مثل محمد العمري ابن عثمان الإباء، باب علمه وباب فقهه والولي على الدماء، أحمد بن اليسع ظاهر من ثقات الأتقياء، وصالح بن الهمداني اللي تبع نهج ابنقاء، محمد الجمال واضح في طريقة للسماء، أخذ علمه من إمامه ونبع خطه باقتداء، ذولا كلهم من ثقاته من كبار العلماء، وامه الصحبة الخاصة واللي يعدون أولياء، مثل داود اللي لبه عن إمامك النداء، وابو سليمان الملقب بذي زنكان البهاء.
وبعد لا تنسى سليم المروزي ذاك الفخر ويا ذاك الجرجاني بن يزيد المعتبر بن حكيم الكوفي هذا للإمام انتصر وعلي البغدادي هذا بالحكمة ظهر بو الحسن العبرتائي دوم مذكور الدهر وام خيران اللي ضحى من أجل نور القدر حمل علمه للولاية ومذهب العترة نشر واذكر إبراهيم إسحاق اللي بالعسرة صبر وعرج على بو الحسين هلال في فكرة بحر وام بن كلثوم عالم في الكلام بيه انغمر جعفر الصيق الوكيلة اعلى داره وبيعبر ذولا نالوا كل سعادة وبالسعادة الكل شعر واللي اسعد عند امامه في دروسه وحضر وراح ينعل من علومه وعنه ابعد كل خطر. هادي سامر الابية دوم تبقى خالدة تبقى في التاريخ شمعة وللمدن هي رائدة هي للإسلام كله وللشريعة هي فداء هي للسنة والشيعة بالهداية الراشدة تربة شرفها الهادي وبيه تبقى صامدة ضمت أنوار الإمامة والهداة الماجدة هي من طف الشهادة للموالين أعمدة فيها قبرين الوسيلة وهي للحاجر دا شما يهدمون المنارة تبقى أنوار هدى قبة العز والكرامة لا يقصفوها العدى شامخة بعزة فخرها وباقل اليوم الندى آنسة مرة فخورة بالأئمة القائدة بعد ما تفنيني داعش هذه ثلة بائدة لا بعد يفنيني جاحت للسقيفة الحاقدة بالأمس ديك السقيفة البيها كل المجرمين بالأمس ديج السقيفة البيها كل المجرمين ضمت أصحاب النوايا السيئة بالطيبين وهي لليوم فكرها تعادي كل المسلمين من رحمها النجس تنجب للبغايا القاتلين أنجبت ديج لتسمى القاعدة بفعل المشين وراحت بفعل الفتاوى وفكر مظلم مكين ما تفرق بين مسلم شيعي لو سني أمين لا كبير ولا صغير ولا بعد مر أو جنين وانجبت جبهة النصرة مجرمة في كل حين في صدرها حقد أسود للسقيفة من تمين فرعت منها الدواعش العصابة الفاتكين ما دخل حب الله فيها ولا بدت حب الأمين من فكرها الضال عادت كل أحرار العالمين وين عزرائيل عنها خلى يطحنها طحين وين ما تلقى جرائم كل وادي وكل بلاد وين ما تلقى مذابح والجثث فوق الوهاد وين ما تلقى دواهي وتشوف بالديرة السواد وين ما تلقى تعازي والحزن صوت الحداد من تشوف الدم سايل مخضبة منها الأولاد مرة بالتفخيخ تضرب مرة بالسيف الحصاد مرة تتفجر بناية تسقط بروس العباد مرة تتفجر بناية وتسقط بروس العباد مرة بطلقة رصاصة قاتلة أهل السداد مرة بالفتوى الحقودة الانتحار بالمزاد سوق شعبية ومطاعم ينصدع إلها الجماد قول سوتها الدواعش وأعلنت إبها جهاد راحت بتأييد غربي تقتل رموز الرشاد والقيادة قيادة الدواعش والقيادة بالفضايح تعيش بذخو والقيادة بالفضايح تعيش بذخ فساد والزنا عدها طبيعة وهذا في الحرب المراد لولا أمر المرجعية كان داعش حاكمة لولا أمر المرجعية كان داعش حاكمة وكان حصل الدعم لها من أرجاس الأنظمة كان جت لها أوامر بالزحف للعاصمة تالي تزحف بالعساكر سوق قرآن الدماء لولا مرجعنا المعظم فتوته الراحمة كان ما يسلم عراقي من الأيادي الآثمة لكن الهبة الشريفة لندى ابن العالمة من حشد شعب الإمام على العصابة المجرمة أنقذ السنة وحفظهم قبل شيعة فاطمة واطبق الدنيا وخنقها بالدواعش هازمة سوت بتكريد داعش بالجرائم هايمة استباحت حرم الله بهالعمل ما أعظمه لكن الأحقاد طلعت حيث كانت نايمة تتهم حشد الكرامة بالأوصاف الظالمة لكن الحشد المبارك صوت دينه
حشمه، روح للموصل وحرر هذا الإرهاب ورجمه. الصلاة هي عمود الدين، معراج المصلي للسماء. الصلاة هي عمود الدين ومعراج المصلي للسماء، هي حديث الروح تبقى، هذا معنى الصلاة. بيها تتقرب، بيها نتقرب إلى الله، كل من بيها اختلى فاز من حافظ عليها وعند ربها اعتلى. تقبل الأعمال بيها وبيها يدفع كل بلاء، واللي مأخر صلاته هذا خاسر، هذا منبود الملاء. والله ما ينال الشفاعة من مصادق الولاء. لا تقول أحضر مجالسهم وواسيهم بالعزاء، ولا تقول أنا بدربهم دوم زاير كربلاء، ولا تقول أنا بمواكبهم والطمص صدر بكاء، هذا ما مقبول عندهم هالعذر هذا هراء. والإمام اللي يقول بعصمته كلها جلاء، كل من مفرط وفرضه بالصلاة أعظم نداء، منه ما ينال الشفاعة ويبقى بالحسرة وشقاء. يا ولي الأمر الحبيب الطفل عندك أمانة، يا ولي الأمر الحبيب الطفل عندك أمانة، يكون تعطيه الرعاية تعلمه أصول الديانة. والصلاة أوجب فريضة وهي للطفل الحصانة، علمه معناها واشرح شلون بيها يعلى شانه، علمه إنها الفريضة الواجبة وبيها الضمانة. خلى دايم هو مبادر تكون في نفسه مصانة، لا يشوفك من أنت مهتم بالفرض لو جاء أذانه، ترى يتأثر بشوفك منه يخسر بك رهانة، لو يقصر بالدراسة عقوبتك عاجل مهانة. في المقابل لو صلاته ما يأديها بأمانة شنك غريب وما يهمك، لو ترك دينه وركانه ما تقول لي قوم صلي، هذه أكبر خيانة. لا تبرر بانشغالك وانت لي كل المكانة، انت تتحمل أثرها وللصلاة هذه إهانة. جيت يا جامع الصادق جمعة على العادة أصلي، جيت يا جامع الصادق بالعادة جيت يا جامع الصادق الجمعة بالعادة أصلي، وراح طيفي سرح بالي أشوفك بالآلاف مملي، من دخلتك زاد شوقي جمرة الأشواق تغلي، منبر الجمعة ينادي وحسرة الفرقات تصلي، جيت أسايل عن غريمك عن شريف الذات قلي، وين أبو العمة البيضاء والفقيه اللي صار ظلي، هذا محرابة نظرة خالي منه وتاه عقلي، والله مشتاق الكلام وخطبة البيئة يدلي، كل سبوع انظر المنبر بالكتي أشوفه وسلي، من يمر بي طيب شوفه كل همومي بي أخلي، يا طيور البوم محليش عن أبو الغيرة دولي، الله يرد علينا بصحته تفدى أهلي، والله يقوم بسلامة ويرجع بحق الولي، ينشرح صدر اللي يحبه وليه ينادي يا علي، وينشرح صدر اللي يحبه وليه ينادي يا علي. وافلح من صلى على محمد وآل محمد.